يمكن اجيلك برضو، يعني انت كعنصر من عناصر الفريق واعمده الفريق اكيد كان موسم صعب، واكيد المكسب ما بيجيش من فراغ. يعني زي ما سالت كابتن حمدي الصافي ايه الصعوبات وايه الامور اللي مرت بيكوا، ايه السنه دي كانت اكتر العقبات اللي كانت في طريقكم؟ هو عامه احنا السيزون بالنسبه لنا بيكون صعب جدا، احنا من اكتر الفرق يمكن في النادي بتتمرن تمريننا على طول، ودايما بيبقى عندنا التركيز لازم قوي عشان احنا واخدين الحمد لله البطولات، فالحفاظ عليها بيكون اصعب بكتير طبعا. فدايما تركيزنا بيكون اكتر يعني، فسيستم التمرين كل يوم، احنا تقريبا بنريح يوم في الاسبوع من قبل الماتشات بكتير قوي، فده بيبقى فعلا مجهود علينا كتير قوي وعلى الجهاز طبعا، بس يعني الحمد لله قدرنا يعني ان احنا نوصل للي احنا عايزينه. على المستوى الشخصي ايه اللي قابلك من صعوبات؟ انت السؤال يعني كان، يعني انا عايز اعرف ايه انت على مستواك الشخصي عشان تقدم المستوى ده، ايه الصعوبات؟ لا انا صعوبات ان انا اتكسرت، انا كنت مكسور، ما تضحكش يعني ده صعوبات بسيطه على الحقيقه. انا كنت مكسوره الله يسلمك. هي جايه مصابه اساسا. لا لا ما هو انا يعني كنت مكسوره في تقريبا في الدور الاول، اتكسرت صباعي اتكسر، وكنت بقى واصل ان انا المفروض هعمل عمليه وحاجات كده، وكان موضوع كبير يعني، فكان بالنسبه لي ده صعب قوي ان انا ارجع تاني والعب، وكنت خلاص شبه يعني خلاص ان انا هقعد ومش هلعب، الموسم كان خلص بالنسبه لي. تحدي صعب جدا يعني بصراحه، بس وابتدينا بقى ننزل تاني، اتكلموا معايا بصراحه الجهاز، اتكلموا معايا ان انا يعني قالوا لي ان يعني انزلي واتمرني وشوفي هتقدري ولا لا وما اعرفش ايه وكده، فانا الحمد لله لما نزلت في الاول بصراحه الموضوع كان بالنسبه لي يعني شايفه ان هو لا مش حقيقي مش هينفع، عشان خاصه الكسر كان في ايدك اليمين. لا في الشمال المره دي، كان في الشمال هو ده اللي كان في كسر قديم كان اللي قبليه. ايوه ده اللي كان مخليني شويه ان انا لا ممكن اكمل يعني. فعقبال بقى ما نزلت وان انا عشان ارجع لمستوايا كمان الموضوع كان اصعب، وانا كمان مش بتقبل ان انا اكون في حته معينه، لا انا يعني متعوده على مستواي في حته، ف مش برضى باي حاجه يعني، فالموضوع صحيح. بالنسبه لي بيبقى اصعب كنفسيا. يا افضل لعيبه يا بلاش مش كده والله، بس فعلا ان انا بحاول ابقى بجتهد قوي ان انا اوصل لحاجه احسن يعني، فده كان بالنسبه لي بصراحه الصعب قوي في السيزون ده. عايز اقول لك ان ربنا بيكرم عشان الروح دي، وربنا بيكرم عشان بذل المجهود والاخلاص اللي انتوا فيه، بس يعني